في البداية كنا بنتعرف على حضراتكم. يا ريت كل واحد يقول لي اسمه ويقول لي صفة تنطبق على أول حرف من اسمه تكون تنطبق عليه، يعني صفة بتبدأ بأول حرف من اسمه وتكون تنطبق عليه. اتفضلي يا أمل. إيه الصفة اللي موجودة في الأمل؟ اتفضل. تمام بوسه. طيب نبتدي بقى نحط القواعد العمل اللي هنمشي عليها. استاذن حضراتكم كده نتفق على قواعد العمل اللي هنمشي عليها مع بعض. اتفضلوا اتفضلي. تمام الموبايل سايلنت، وانا اول واحده التزم بالموضوع ده واعمل الموبايل بتاعي سايلنت. محدش يجي بس. تمام. ايه تاني؟ وفي اللي عنده سؤال ما يقطعش اثناء المحاضره، نخلي الاسئله داخل المحاضره ويا ريت نكتبها في ورقه عشان محدش ينسى حاجه. تمام نبتدي بقى نشتغل في الموضوع. في حد من حضراتكم يقدر يقول لي الاشكال اللي انا جايباها دي، حد يعرف دي بتتكلم عن ايه؟ اتفضل. قلبي التوابل. وسائل تعليمية. وسائل تعليمية دي مظبوط. دي وسائل تعليمية اسمها أدوات مونتسوري. أدوات مونتسوري التعليمية. أدوات مونتسوري التعليمية دي بتستخدم في تعليم الأطفال من مرحلة كي جي لحد سنة ثالثة ابتدائي. ودي أشهر حاجة اتطبقت لحد دلوقتي، بتلاقي نجاح كبير جدا مع الأطفال. ممكن نشتغل مع بعض، نقسم بعض الجروبات. الأدوات دي معانا واحد 2 3 4 5 6. انا عايزه حضراتكم تقسميني نفسكم. نعد 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. وكل رقم واحد كله هيقعد جروب مع بعض، 2 كله مع بعض، 3 مع بعض وهكذا. وكل جروب هياخد اداه من الادوات دي ويفكر ازاي هو هيطبقها داخل الكلاس الدراسي وازاي هيفعلها مع طلبه في بعض. مع حضراتكم ربع ساعة. مع حضراتكم ربع ساعة. شوفوا ازاي انتوا هتستخدموا الحاجة دي مع الأطفال وهتفعلوها وهتلاقي نجاح بالنسبة بالشنكل دوت وبالترباس ده ونقفل ونفتح كده وبالترباس كده برضو. جميع انواع الاشكال وازاي بنستخدمها. في معانا كمان حضراتكم فكره الاشكال، الشكل الكبير والصغير. مظبوط. لا بالظبط حضراتكم ازاي الولد. مظبوط يا مدام. ازاي الولد يعرف مكان الحاجه ويقدر يقطعها صح، يعني ما يحطش يميز الاحجام فين الكبير وفين الصغير وفين الوضع الصحيح ليه. يعني ما ينفعش نحط دي هنا مش هتيجي. ازاي هو يقدر يميز المكان الصحيح للحجم بتاع الحاجه. بعد كده عندنا فكره البازل. تمام. بازل. مظبوط يا مدام امل. ازاي ان احنا بننمي القدره الابداعيه عند الطفل في استخدام البازل. ازاي هو بيفوق وبيركب، بيركب في المكان الصح مش بيركب في المكان الغلط. في كمان معانا فكره الصرصار. ازاي احنا بنستخدم الصرصار. الولاد طبعا كل الولاد بيحبوا الصرصار. ازاي ننمي عندهم فكره ان هم يتعلموا كتابه الحروف بالصرصار. في اخر حاجه معانا فكره الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه. اه بس يعني
انا بحسب ان انا بصها بطريقه معينه. اوكي دي مجسمات، ازاي نعمل اطفال بمجسمات؟ ازاي نعمل اطفال مجسمات؟ ان احنا نعرض لهم المجسمات مجسمه كده، يعني دي اسطوانه، دي مش مجرد ان احنا نقول لهم اسطوانه ونرسم على البورد اسطوانه، المفروض ان هو يمسكها ويلمسها ويحسها ويعرف شكلها ايه؟ الدايره، المثلث، الشكل البيضاوي، المستطيل، المربع. اخر اداه معانا اللي هي فكره الحساب، ازاي الولد يحسب بفكره بسيطه جدا. مظبوط يا مدام امل؟ ازاي احنا نعد بالشفاطات؟ انا عامله كده، احنا عاملين عدد الشفاطات هو بيت 1 2 3 4، هو كده عارف ان ده رقم 4 ونربط العدد بشكل الرقم نفسه. وانا عن نفسي طبقت طرق تانية في الفصل مع الولاد، جبت استحسان غير الطرق دي، زي مثلا الكتابة على الهواء، الكتابة على الرمل، ولقيت نجاح مبهر مع الأطفال. إن شاء الله في المحاضرة الجاية هنقول باستفاضة إزاي أنا طبقت الحاجات دي معاكم، وبرضه هنتكلم باستفاضة عن الحاجات دي والنماذج اللي أنا طبقت عليها، ونجيب لكم صور ليها ونعرضهم مع بعض، والأسئلة برضه هنخليها المحاضرة الجاية نظرا لضيق الوقت. ويا رب تكونوا استفدتوا من اللي انا عرضته. شكرا لكم. انا مدربة معتمدة من شرف، واحب اقول لكم ان شاء الله هنقدم برنامج مثمر، واحب استفيد بيكم وتستفيدوا ان شاء الله معلومات مني، واحب ان انا ابتدي البرنامج بالمصافحة، والمصافحة دي هتكون من خلال ان انتم هتعملوا لي كف في اسمكم، وظيفتكم، مؤهلكم، لماذا التحقت بهذه الوظيفة، حاجة بتفكر فيها دلوقتي. وارجو بعد المصافحة ان حاجة تثبت في الدماغ، لان دايما 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 ان انا ببتدي بمصافحة وبعدين اسيب اثر في دماغك، ان انا اسيب اثر وتستفيد واستفيد منكم ان شاء الله. هوزع بقى الورق الكشف ده، ومعاه هتلاحظوا حاجة صغيرة كده مع الورقة، هي بونبون، بس أرجو يعني محدش ياكله، ها؟ لأنه بونبون ألوان، خلاص محدش ياكله ولا يمسكوا عليه ولا حاجة، هنستعمله أثناء الشغل. المهم خلصت، خلاص كتبت المواصفات. طيب دلوقتي بقى بعد ما كتبنا المواصفات هنتفق مع بعض على قواعد العمل. قواعد العمل نبعث منكم انتوا ان انتوا تلتزموا بايه؟ واحد مين؟ حضرتك بتكتب لي كويس؟ طب اتفضلي حضرتك على التابلو. ما ننقضش الاخرين. التعاون، الاشتراك مع بعض في مجاميع. تقبل جميع اراء الاخرين، ده اهم حاجه عندنا، ونشترك مع بعض ونبقى كويس. نتقبل حد ما ننقضش بعض. كل الاراء احنا جايين نفكر، مش عايزين حد يكتب كتير. انا معايا الماده العلميه من خلال ورق جماعي وورق فردي، ومحدش يكتب، احنا يهمنا التفكير والابداع. واحب دلوقتي اعرض عليكم عنوان الدرس اللي هو التفكير الابداعي. يعني ايه التفكير الابداعي؟ ان الفكره تبقى غريبه متطوره، مفيش حاجه اسمها ده غير قبل التنفيذ، كل حاجه قبل التنفيذ، حتى لو كانت فكره مجنونه. العلماء ابتدوا بفكره مجنونه، وكل الافراد حواليهم قالوا ده مجنون، حتى وصفوا العلماء انهم بالجنون. فكل فكره جايز ان احنا نعدلها ونعمل لها برنامج علاجي وتبقى مقبوله من الاخرين، وده بيعمل على تهيئه وتنشيط الطلبه. حتى واحنا في مجال العمل، لما واحد بيتخيل بيظهر الابداع. الابداع ده يعني مش التفكير الروتيني اللي هو اليومي، احنا عايزين الابداع اللي بيخلق حاجات جديده.
فدلوقتي معانا عنوان الدرس اللي هو التفكير الإبداعي. عنوان الدرس هو التفكير الإبداعي. ايه توقعاتكم من خلال برنامج الدرس؟ كل واحد كده يفكر بينه وبين نفسه ايه هو التفكير الإبداعي. ايوه انا شايفه ان توقعاتكم من توقعاتي، وان شاء الله البرنامج ده يبقى مثمر وهادف وكلنا نستفيد وتخرجوا كلنا عندنا تفكير ابداعي وتفكير متميز. بس كل للاسف النقد هو اللي بيهدم التفكير، فكلنا ننطلق في تفكيرنا عشان نخرج بمخرجات، كلنا ننطلق في عالم خيال وعالم واسع. ايه ده؟ ممكن حضرتك تقولي عن فكرتك؟ اطلع رحله للفضاء، اطلع رحله في فضاء. في واحده حضرتك متقبل هذه الرحله؟ واحد يقول لا مثلا او لا الرحله رحلة الى الفضاء ممكن انها تنفذ. ازاي؟ ان احنا نعمل جو من الفضاء ونعيش الطلبة في الفضاء وفي الكون الخارجي، ويتخيل ويبدع وانه يكتب كتابات عن الفضاء ويلبس اللبس بتاع الفضاء وينطلق في عالم اخر. واحد تاني يجي يقول انا عايز اتخيل ان انا رايح بلاد الاسكيمو، والاسكيمو ده بعيد عننا خالص 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 خالص. فهيعمل ايه؟ هنخلق له جو او نقول تزحلق على الباتيناج، نعمل له تزحلق على الجليد، وبكده غيرنا له البيئه اللي هو عايش فيها حتى، فيحس ان هو خرج من الروتين والتقليد والحياة اليومية اللي هو أصلا بيجي المدرسة مش طايقها، يقول يا السبورة والمدرسة هتحكي لي نفس المواضيع ونفس الحاجة، ويبقى يعني العملية شاقة بالنسبة له. ممكن نتخيلها وحضرتك تفكري في إيه؟ في أوضو من غير كراسي. أوضو من غير كراسي؟ انا مش معقوله يا مدام، ده حاجه خياليه. لا ده الاوتوبيس من غير كراسي ده ممكن ليه عيوب وليه مزايا. ننطلق بقى نكتب ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف، ايه المزايا بتاعت الاوتوبيس ده وايه العيوب. فممكن واحد يقول لك ده في اشاره ننطلق نكبس على بعض، واحد تاني يقول لي بس يا مدام ده هياخد مساحه من الناس وهيسهل لنا المواصلات وهيعمل وهيسوي. فاحنا من خلال ده نعرف ان في ايجابيات وفي سلبيات، وننطلق للابداع والتفكير. وبكده احنا عرفنا ان كل فكره مجنونه في ابداعيه، بس نغير الروتين النمطي لتفكيرنا، وما نقولش للولد لا اقعد مكانك، لا انت بتفكر غلط، لا انت الفكره دي مجنونه. كل الافكار ممكن تحققها بالخيال وبالخروج للعالم الخارجي. ودلوقتي عرفنا ايه هو الفكر العادي والفكر الروتيني، وهنشوف باوربوينت ومعاكم الماده العلميه وكده. سمعتوني وما كتبتوش تقريبا حاجه، لكن اعتقد ان انتوا استفدتوا. مساء الخير، اهلا بيكم معانا النهارده. في البدايه احب اعرفكم الفريق بتاعنا. الفريق بتاعنا اسمه شعاع، معنى نستطيع ومعنى تتبع المستقبل المصدر المتطور. احنا اخترنا اسم شعاع ده ولفريقنا، ده اول حروف الاسماء احنا الثلاثه. أنا معاكم شيرين الشرقاوي المدربة المعتمدة من جامعة عين شمس، ومعايا أساتذة الأفاضل زمايلي. طبعا هنبتدي بالنساء أولا، الأستاذة علياء فتحي والأستاذ إسلام سالم، وهم مدربين معتمدين وعلى كفاءة عالية جدا في المجال ده. ونتشرف بحضراتكم النهارده، احنا اتشرفنا بوجودنا معاكم.
وزي ما ان شاء الله هنقدر نقدم لحضراتكم معلومه بتستفيدوا باذن الله. احنا كمان هنستفيد لحضراتكم كتير. يا ريت نطلع ورقه صغيره كده نكتب فيها ثلاث معلومات عندنا، اثنين صح وواحده غلط، واحده اثنين صح زي الاسم مثلا الوظيفه، والثالثه اي معلومه حد يحب يضيفها بنفسه ممكن تكون غلط. تمام بكده احنا اتعرفنا على بعض. نحط مع بعض قواعد العمل. يا ريت حد من الزملاء اللي يكون خط حلو يتفضل معانا يكتب قواعد العمل اللي هنمشي عليها. تمام زي ما الاستاذ اتفضل وقال لنا يا ريت تغطي الموبايل، يا ريت صوتنا يبقى واضح كلنا. تمام تمام زي ما الاستاذه اتفضلت وقالت يا ريت نستاذن قبل الحديث. والموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو الكمبيوتر سيستم، وان شاء الله الاستاذ اسلام هيعمل لنا عرض مبسط للموضوع. اتفضل استاذ اسلام. شكرا يا استاذ شيرين. النهارده باذن الله هنتكلم عن الكمبيوتر سيستم. واول لما بنقول كلمه كمبيوتر سيستم يا ريت نعرف كده توقعوا ان احنا هنتكلم في ايه النهارده. اكيد اول حاجه هتخطر على دماغنا هو ايه استخدامات اصلا ايه الجهاز اللي اسمه كمبيوتر ده. الجهاز ده دلوقتي ما بقاش في مؤسسه، سواء مؤسسه تربويه او مؤسسه اعمال او اي مؤسسه موجوده حاليا بتستغنى عنه. بالتالي مفيش اي فرد فينا بيستغنى عن جهاز الكمبيوتر، سواء في البيت سواء في الشغل سواء في اي مكان. يبقى بالتالي عشان اعرف اتعامل مع هذا الجهاز يبقى لازم ان انا اتعرف عليه. طيب واول حاجه لازم نعرفها في الكمبيوتر سيستم ايه هي مكونات اصلا الكمبيوتر سيستم. هما بيتكونوا من اربع عناصر. رقم واحد الهاردوير او المواد المكونات الماديه. تاني شيء السوفت وير او المكونات البرمجيه. ثالث شيء الهيومن وير او اليوزر اللي هو احنا اللي احنا بنستخدم الكمبيوتر. نمبر فور اللي هو الداتا اند انفورميشن او البيانات والمعلومات اللي انا الداتا اللي انا بديها للجهاز بيطلع لي انفورميشن. طيب احنا النهارده هنتكلم في اول عنصر بس اللي هو الهاردوير، وعايزين نعرف كده تتخيل الهاردوير ده او جهاز الكمبيوتر بيتكون، ممكن اصنفه لكذا حاجه او اقسمه لكذا وحده، او اقدر اقسمه لكذا وحده. اولا عندي وحدات ادخال، عندي وحدات معالجه، عندي وحدات اخراج، وطبعا وحدات الادخال مثلا زي الماوس والكيبورد، وحدات المعالجه اللي هو البروسيسور بتاع الجهاز، وحدات الاخراج زي مثلا المونيتور او الشاشه اللي احنا اللي تبقى قدامنا بتظهر عليها الانفورميشن. طيب عايزين نعمل نشاط بسيط كده عشان نعرف ازاي الوحدات دي مع بعض بتشتغل، او الداتا مراحل معالجه الداتا او البيانات جوه الجهاز بتعدي ازاي. اولا نعمل نشاط جميل، هنقسم نفسنا مجموعات. عندنا مثلا نوزع كروب بشكل عشوائي، تمام؟ كل واحد هياخد لون، تمام؟ وهنبدا هقول المجموعه اللي معاها اللون الازرق يتفضلوا الناحيه دي وهتبقى مجموعه ايه، والمجموعه اللي معاها اللون البني هتبقى مجموعه بي ويتفضلوا الناحيه دي، والمجموعه اللي معاها اللون الاصفر تتفضل الناحيه دي وتبقى مجموعه سي. طيب وهنبدا عايزين نعمل اسقاط لجهاز الكمبيوتر او الهاردوير بتاع جهاز الكمبيوتر على جسم الانسان. وكل واحد يبدا يقول لي كل مجموعه مثلا مجموعه ايه هتتكلم عن الانبوت يونت او وحدات الادخال وهي تتمثل في ايه في جسم الانسان، ومجموعه بي هتتكلم عن وحدات الاخراج وتتمثل في ايه في جسم الانسان، ومجموعه سي هتتكلم عن البروسيسنج يونت او وحدات المعالجه وتتمثل في ايه في جسم الانسان. بعد ما خلصنا ورشه العمل هبدا اقول خلصنا لايه في الاخر. مثلا لو قلت اتفضل يا استاذ عاطف بعد اذنك قوم اقف. انا دلوقتي عملت ايه؟ نادرت على استاذ عاطف، استاذ عاطف سمعني بودنه. الودن بعد الاشارات لفين؟ للمخ اللي هو البرين بتاع الانسان. نفس الكلام البروسيسور هو البرين بتاع الكمبيوتر. طيب اتفضل استاذ عاطف. اول لما الودن بعتت الاشارات للعقل على طول العقل ادى اوردر للجسم كله وقام وقف، تمام كده ده ايه اسمه؟ رد الفعل، الاجابه بتاعت عمليه المعالجه.
بس. وهذا يعني انا اتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومه ازاي الداتا او مراحل المعالجه اللي بيمر بيها الداتا. واشكركم جميعا على حسن استماعكم. ومعانا استاذه علياء هتعرفنا النتائج يعني الاهداف بتاعت الحلقه. السلام عليكم. انا احب النهارده بس هنخصص لكم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا اتكلمنا النهارده عن اهميه الحاسب الالي في حياتنا اليوميه، واتكلمنا عن مكونات الكمبيوتر، واتكلمنا عن الانبوت يونت والاوتبوت يونت والبروسيسنج يونت، واتكلمنا كمان عن معالجه البيانات. وفي الاخر انا اتمنى ان احنا نكون حققنا الهدف اللي احنا كلنا موجودين عشانه النهارده، وتكونوا استفدتوا مننا على قد ما احنا استفدنا منكم. واحب اشكر استاذ اسلام واستاذ شيرين، وان شاء الله نشوفكم في المحاضره الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. في البدايه برحب بيكم. النهارده انا اتشرف ان اكون موجوده معاكم. يا استاذ. نعم. السلام عليكم. ايه؟ موجود. وواضح انكم مش اول مره تحضروا تدريبات، وفي ناس حاطه اسمائها على الترابيزات، ودي حاجه جميله. ولكن انا من شويه تعارف كده بشكل غير تقليدي هوزع عليكم ورق، والورق ده عليه الوان بطريقه عشوائيه. هنوزعه لكل المجموعه اللي موجوده، وبعد كده هنكتب احنا في الورقه دي اسمنا والاسم والتخصص بتاعنا. ويا ريت كلنا نبقى مركزين يا دكتور. بعد كده في دقيقة واحدة هنكتب اسمنا والتخصص بتاعنا وحاجة احنا بنحبها، هوايتنا. عشان ليه هوايتنا؟ عشان واحنا بنتكلم هبقى عارفة مين بيحب ايه، وده هيفرض الشخصية شوية. خلاص كتبنا اسمعنا كل اللون الروز اللون المامبا نجتمع مع بعض، حلو قوي. واللون الاخضر نفس الحكاية، وبقية الالوان بعد كده كل واحد معاه هو والزميل او الزميله تبادلوا نبتدي نعرف بعض. خلوا بالكم لو سمحتوا نحتفظ بالالوان عشان دي هتساعدنا في ورش العمل. الالوان دي هي اللي هنعمل بيها مجموعات ورش العمل، فحلوه قوي. السلام عليكم. عرفتم بنفسي ناس زكي، مدرس مدرب معتمد مركز تعليم كوار، ومعايا الاستاذه امل حسن. اعرفي نفسك. اهلا وسهلا بكم. امل حسن محمود، مدرب معتمد مركز تعليم الكبار. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع الموهوبين. الحقيقه لما كلمني الدكتور عشان هنعمل تدريب للساده المنسقين الموهوبين كنت سعيده جدا، وفكرت على طول ان انا تبقى معايا الدكتوره الاستاذه ايناس، عشان هي بارعه في عمل الورش عن الموهوبين جامد ما شاء الله عليها. وقبل ما نبتدي نتكلم نتعرف الاول مع بعض. نتعرف على اسم حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب نبتدي ان شاء الله نعمل قواعد العمل
واستاذه ايناس هتشتغل معاكم قواعد العمل. حد يقوم يكتب لنا خط خيالي لو هناك قواعد العمل من رواحل. قواعد العمل قواعد الاولى اتفضلي. الموبايل سايلنت. احمد حضرتك تمام. نعم بالظبط تمام كده. نعم ان شاء الله. شكرا لكم. بعدين هنبتدي بقى مس دلوقتي حضراتكم قدام كل واحد فيكم معاكم دليل المشارك المتدرب ومجموعه وستين ماده العلميه ومجموعه اعمال مع الاستاذه على كل ترابيزه وفي ورقه لونها احمر. كل مجموعه حسب اللون اللي قدام الالوان هنتقسم مجموعات كل لون هيروح مع بعضه ونبتدي احنا نتكلم على ورش العمل. هنبتدي ان شاء الله حضرتك تتكلمي على خصائص الموهوبين. قبل ما نشوف الخصائص الموهوبين ونتكلم عن الموهوبين خالص في فيلم فيديو عايزه اعرضه ليكم وتشوفوا كل واحد فيكم حته جانب ايجابي وسلبي بين الشخصيات والشخصيات اللي هتطلع ان شاء الله. مش هيقعد لان السماعه ده كده مش هيقعد. مش هو وسط مؤسسه مش لازم مش معاكم استاذه ايناس متابعكم في العمل بتاعكم هتشوفوا كل واحد هيطلع
هتطلع ايه، مجموعه هتطلع ايه، واحسن مجموعه هتطلع حاجه فكره جديده خارج الصندوق هي هتاخد جايزه. اخد مني كل حاجه بيقول لي هتجيب لي حاجه خالص. تاسف انت جميله جدا. لا انتوا ابدعوا تعملوها ايه؟ هنعملها دي مفرش، ممكن مفرش اعمل على حرف وزجزاج كمان احط زجزاج بارده كده احطها جميل جدا كده. مدام حاجه ساقعه فيك حلوه حلوه البيت بدل ما نبنيها عملنا منها ريسبشن كرسي وقعده تستحمل اي وزن. استاذ عادل ماشي ازاي عاملين منها مريانه، عملنا منها بعد الكرسي من ازايز المايه. طيب دلوقتي احنا خلصنا الكذا اكتر من ورشه، نخلص الموضوع كله ان احنا خدنا خصائص التوحيد، عرفنا سماته، اهم حاجه في المناصر الجاي شاطر ان ما يبقاش ثقه في النفس. نسمع من كل مجموعه حاجه استفاد ايه من التدريب بتاعنا. المجموعه الاولى انا سعيد جدا بيكوا وانا كمان استفدت من جدا الناس ان شاء الله هنحطها كلنا. متفقين؟ متفقين. اوكي؟ طيب.
ستانزا الموبايل ساعدة أشكرك. أستاذ عاطف عدم الأكل أصلاً أشكرك. أستاذ هاني لو حبينا نسأل ممكن نستاذ الأول أشكرك. يبقى معنى كده إن إحنا متفقين كلنا إن إحنا نتعاون نفكر نتساءل. لو إحنا بصينا في الورقة التانية من الاستمارة بتاعتنا هنلاقي فيها كومنت، نلاقي فيها أسئلة. أنا أتمنى إن أنتوا تحطوا لنا أسئلتكم وتبقى صورة استئذان إن إحنا كلنا عايزين نستفيد من بعض. كمان زي ما قال الأستاذ عاطف بعد إذنكم كلنا هنعمل تليفون سايلر، أنا أول واحدة هعمل ده معاكم. كمان موضوع الأكل أهم حاجة إحنا ما نقطعش بعض. ليه؟ لأن إحنا جايين نضيف بعض. يبقى إحنا كلنا مهمين. أيضا الوقت. وده اللي أنا سمعت أستاذة عبير بتقوله بزميلتها بتقول الوقت. بس ما كانش صوت عالي. أشكرك طبعا عليه فهو الوقت. إن شاء الله إحنا لازم نبقى عارفين إحنا لما جايين النهارده جايين ليه وإيه أهمية وجودنا. أهمكم وجودكم إن إحنا بنطمح في وصول معلومة أساسية مش موجودة في مجتمعنا. المتابعة. أي مؤسسة بندخلها إيه ده؟ تفتيش جاي، إحنا جاية، سدد، إحنا مش عايزين ده. دور المتابع هم حضراتكم اللي هم الأساتذة المتميزين اللي أنا شايفاهم قدامي كلهم، وأنتوا أنا حاسة إنه إن شاء الله إدارة المتابعة هتدي أعلى أداء أعلى جودة بخبراتكم وبالتعاون اللي هيحصل تبادل بيننا وبين بعض. الهدف العام بتاعنا إن إحنا محتاجين مجتمع متميزة وده عمرها ما هتم إلا من وجود الأعضاء اللي هم حضرتك. طب ليه؟ إشمعنى المتابعة الجيدة؟ المتابعة الجيدة يبقى إحنا أول بأول بنعمل تقويم وتقييم وليس تفتيش. أنا هحط إيدي على السلبيات بس لو أنا ما عليكش السلبيات دي يبقى انا متابع فاشل. فعلا يا استاذ شريف زي ما حضرتك فعلا ما بتقول انه لازم انا اكون متابع اتسم بصفات معينه وهو ده اللي احنا هنتناوله معاه. طيب ايه الهدف الاخر اللي هو الهدف مش العام لا الهدف الخاص ده بيتدرج بالنسبه لنا لو احنا فكرنا كلنا اكيد ما حدش هيبقى ممانع إن لازم ننشر ثقافة المتابعة. هل ده بس؟ لا، كمان أرفع كفاءة المتابعين بتوعي بدليل إن إحنا النهارده مجتمعين في الدورة التدريبية دي عشان نتبادل الخبرات ونكتسب كل ما هو جديد. طيب نبدأ نقول إحنا هنبدأ نقول مين اللي جاي؟ فكر كده. كل واحد يفكر لوحده، مين المستهدف من التدريب بتاعنا؟ المدربين. برافو، بس مين؟ الطالب. عارف مين؟ لا الطالب مش هينفع. القائد. عارف مين؟ ناس مميزة. عارفين مين هم؟ حضرتك. متعلمين الحاضرين. متابعين. شكرك. إن شاء الله أنا بطلب منكم تفكروا خلال دقيقة أنت متوقع إيه من التدريب بتاعنا إن شاء الله النهاردة؟ كل واحد لوحده استمر قدامنا فكر. أيوة نبدأ نشوف اقتراحاتكم اللي إحنا قلناها ولا لأ. فعلا هنتبادل الخبرات بيننا وبين المدرب بيننا وبين بعضينا هنرفع الثقافة بتاعتنا هنوحد أعمالنا في نفس الوقت هعمل حاجة مهمة قوي حلوي جزئية موجودة فينا كلنا عدم تقبل الآخر إهماله لا إحنا مش عايزين عايزينه نكون متعاونين لو رجعنا للصورة اللي قبلها استأذنك اللي قبلها مدام بجان مدام مدام شبين مدام مش شايفك دكتور عبد اللي قبلها دكتور
هي الورشه بتدل على تداخلنا كلنا مع بعض. طب احنا هناخد ايه؟ هناخد مفهوم المتابعه، هناخد اهميه المتابعه والهدف منها، هناخد كمان سمات المتابع الجيد، الادوات، ومن الورشه هنبدا نتفاعل كلنا مع بعض علشان نعرف الاسس اللي اتبنت عليها المتابعه، وايه كمان العوامل اللي بتساعد على نجاح المتابعه، وايه كمان الادوات المستخدمه في المتابعه. ده بالظبط ربع ساعه نتناقش مع بعض نقدر نطلع الحاجه هنعملها. اشكركم، انا سعيد ان انا النهارده موجوده معاكم، اشكركم جدا. ان شاء الله كل التساؤلات اللي احنا رسمناها مع بعض هنناقشها بكره، علشان هنختار حد يلخصها زي ما هنقول دلوقتي. استاذه شيرين اتفضلي قولي احنا خدنا ايه النهارده فعلا اهميه المتابعه، وقبلها مفهومها، كمان خدنا صفات المتابع الجيد، كمان الادوات المستخدمه، وطورنا من اداء. اشكركم، سعدت قوي ان انا موجوده معاكم النهارده، ميرسي خالص. ان شاء الله هنستلم الشهادات وليكم جوائز موجوده عندكم على فكره، العلاقه بالاي دي دي بتاعتكم. اشكركم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مدام عبير، مدرب معتمد من جامعة عين شمس. مدرب معتمد من جامعة عين شمس. عايزة أتعرف عليكم، نبدأ نتعرف على بعض. كلكم ما شاء الله قاعه مليئه بالخبرات، انا شايفه خبرات بينهم مدام عبلت، بعد يعني حظي اني بقدم بعدها شيخه المدربين كلهم. وكلنا هنا دلوقتي هنبتدي نتعرف على بعض، هنوزع ورق وكل واحد هيكتب اسمه وتخصصه في الورقه، وبعدين هنطبقها ونبدلها مع بعض. تمام؟ وبعدين كل واحد هيعرف زميله. استاذه عاطف لو سمحت. لا انا مبدئيا هنعمل قواعد عمل علشان اي حد هيخالف هذه القواعد دي هيبقى في غرامه. انتوا اللي هتحكموا على نفسكم الغرامه. تمام؟ طيب مين هيبدا بالقواعد العمل؟ عايزين حد يطلع يكتب قواعد العمل؟ تمام، اتفضلي يا مدام. اول حاجه موبايل سايلنت، برافو. ثاني حاجه كلام ممنوع الضحك، الكلام بدون استئذان. تمام. ايوه نتعاون مع بعض. تمام، شكرا جدا. دلوقتي النهارده موضوعنا شيق جدا، انا بالنسبه لي شايفاه انه شيق، قابلني مشكله دي، فانا يعني قدمت دراسه ودخلت في الكمبيوتر عملت دراسه عليها، اللي هي ازاي نتواصل كلنا مع بعض. فالخبراء العالميين اجتمعوا على ان هم في كذا مهارات للتواصل الفعال، ان ازاي احنا نتواصل مع بعض ونفهم بعض. انا اختصرتهم في سبع، والخبراء اختصروهم في سبع مفاتيح للتواصل الفعال. مين يقدر يقول لي ايه هو السبع مفاتيح للتواصل الفعال؟ مين يقدر يقول ازاي نتواصل مع بعض ونفهم بعض من غير ما يكون في ميس اندرستاند؟ تواصل لفظي. تواصل لفظي، برافو. وغير لفظي. لا، السبع نقاط، سبع مفاتيح للسبع تواصل فعال، مفاتيح التواصل الفعال. ممكن نكون من خلال الابتسامه. برافو. نتواصل من خلال الابتسامه. تمام. هنبدا اولا، لازم يكون الكلام واضح، لازم يكون الكلام واضح. تمام، لازم يكون واقعي، لازم نختصر في المسج اللي احنا بنوصلها للاخر، ما نطولش في الرساله بحيث ان الثاني يمل او يزهق. لازم يكون الحوار او الرساله متماسكه، ولازم يكون ودود او في ابتسامه على وشنا واحنا بنتواصل مع الاخر.
لازم نرسم الابتسامه ونتكلم بلطف وما نكونش حادين في الكلام ضد الاخر علشان ما يفهمناش غلط. لازم نحرص ان يكون الرساله كامله مش ناقصه. ف عايزين حد دلوقتي، يعني احنا عملنا عصف ذهني، تبعنا نظام العصف الذهني وشطبنا الحاجات المتشابهه، وصلنا للسبع نقاط دول اللي هي هنتواصل فيها مع بعض. طب مين يشرح لي ازاي نكون رساله كلير؟ من فضلك عليك كرامه 5 جنيه عشان الكلام. على فكره مش عارف كام هو كان بيتكلم على اسمعه بس مين؟ الرساله ازاي تكون واضحه؟ الرساله واضحه او رساله وكلمات الشخص الاخر، رسالتك وكلماتك للشخص الاخر لازم او يا اما تكون وجها لوجه او تكون عبر رسائل الكترونيه او تكون بالخطابات، لازم تكون واضحه بسيطه ولا تحمل اي معنى اخر. اللي وراها دايما نختصر في المساج اللي احنا بنقدمها للاخر. يعني ايه نختصر؟ مين يشرح؟ خير الكلام من قال له ضرب. يعني ما تقعدش تسلك في الكلام مع الاخر وتقول كلام كتير، اختصر وما تشتتش في العديد من المواضيع، وكون حذر في يكون الحوار يدور حول نقطه واحده. اتفضلي اللي وراها. احنا شايفين في الصوره هنا واحد او بيعمل يتكلم وبيشرح وهم هنا مش فاهمين الرساله مش واضحه. اللي وراهم حضرتك كون واقعيين، يعني ما تقولش كلام مش واقعي. الحوار مع الشخص الاخر لازم يكون مدعم بالادله والبراهين ويكون كلام صحيح يعزز الثقه في النفس. انت لما تقول كلام موثق اللي قدامك انت بتدي نفسك ثقه عنده، او لو ده بياخد ثقه منك ان كلامك موثق بالادله، فبيكون الادله دي ممكن تكون عبر الانترنت او بنعمل سيرش فبتجيب يعني المواضيع اللي بتقولها بتكون موثقه. طيب ده بيفيدنا في ايه؟ كن صحيحه، بي كوريكت. احنا قلنا لازم يكون الكلام والاخطاء الامنائيه اي لازم يكون الكلام صحيح، كوريكت يعني صحيح ما يكونش يشمل على مصطلحات او كلمات ما تكونش صحيحه عشان الناس تفهم. اللي وراها وكون متماسك اللي وراه. احنا دلوقتي وصلنا ان هنا ان هو دي ايه؟ الصوره دي بتبين ايه؟ الصوره اللي هي بيتكلموا مع بعض، ايوه دي بتبين ايه؟ في اتصال وفي تواصل. في هنا حاجتين مختلفين. في ناس سلبي وانا ايجابي. بالظبط، برافو. هنا دول بيتكلموا بيزعقوا فمش فاهمين بعض. ده في الود والابتسامه والحوار بصوت واطي فهنا فهموا بعض. لازم يكون في لطف في المعامله واللي هو يعني يكون ودود مع الاخر فتتفهم صح. وبرضه تكون رسالتك كامله، تكون احرص على ان تكون الرساله كامله اللي بتوصلها للطرف الاخر. اخر حاجه دي يعني ده بيفيدنا فيه. رائد العمل او المدير في المدرسه او الوكلاء في المدرسه او اي من ادم قيادي بيعتمد على هذه النقاط في ان هو بيحافظ على نجاح المنظومه اللي معاه، ودايما يحاول ينميها مع اللي معاه الموظفين يوصلها ليهم علشان ينجح بيهم في توصيل المسار دي، يعني يكون ناجحين في التواصل معه. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا، سعيده جدا ان اكون استفدتوا في رساله وصلت ليكم كلكم، متشكره جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه احب اقول لكم ان انا سعيد جدا بوجودي وسط هذا الجمع الكبير من المدرسين والمدرسات، واحب اقول لكم ان احنا عندنا في البدايه المدربه الاستاذه رندا والمدربة الأستاذة شيماء وأنا هاني الفاري مدربين معتمدين من جامعة عين شمس ومركز التميز التربوي على نظرية الذكاءات المتعددة. وقبل كل شيء إحنا عندنا برنامج هيكون يكون فري جدا ومشوق.
وعندنا حقيبة تدريبية مكونة من مادة علمية وماركر وأوراق عمل واستمارة تعارف وأوراق عمل. وفي البداية قبل كل شيء أحب أقول لكم أن نظرية الذكاء المتعددة دي نظرية مهمة جدا في التدريس. وفق نظرية العالم الأمريكي جاردنر. العالم الأمريكي جاردنر سنة 1983 رأى أن العقل البشري لديه قدرات عقلية هائلة. فلكل إنسان مجموعة متنوعة من الذكاءات المتعددة. ولكن في الحقيقة إحنا بنرتكب أخطاء كبيرة جدا لعدم اكتشاف هذه الذكاءات ونوعيتها. وده بيؤدي إلى هدر في العقول. وقبل كل شيء يا فندم أنا أحب أتعرف على بعض، أتعرف على حضراتكم. يريد كل واحد منكم يقدم ورقة صغيرة فيها اسمه ومهنته ومفهومه للذكاء في كلمة أو كلمتين. واستكمالا لزميلي المدرب الاستاذ هاني، احب ان اعرفكم بنفسي. انا مدربه شيماء كما عرفني من قبل. وقبل ان اتحدث عن انواع النظريات الذكاءات المتعدده، اود ان مبادئ نظريه الذكاءات المتعدده ان الذكاء ليس نوع واحد، وأن كل شخص فينا يمتلك كل أنواع الذكاءات ولكن درجات متفاوتة، وأن الذكاء التفاعل بين أنواع هذه الذكاءات تختلف من فرد لآخر، وكل هذه أنواع الذكاءات يمكن قياسها. وأود أن أوضح لكم أنواع الذكاءات المتعددة، وسوف أتطرق إلى ثلاثة أنواع نظرا لضيق الوقت. أول نوع من أنواع الذكاءات الذكاء اللغوي، وهي قدرة الفرد على أن يكون حساس اللغة المنطوقة والمكتوبة. بمعنى إذا ألقيت عليكم قصة تاريخية أو أي قصة قصيرة، أود أن كل واحد يكتب في ورقة ما فهمه من هذه القصة، وهذا يوضح مثلا للمدرس او للمدرس في مثل هذه القاعه. كل فرد يعني نسبه الذكاء اللغوي عند اي فرد تكون عاليه ولا مش عاليه، ومن خلال ذلك يمكن تنميتها عند الضعيف فيها وتعزيزها في نسبه الذكاء القوي عنده. وثاني نوع وهو الذكاء الرياضي المنطقي، وهو القدرة على تحليل المشكلات والقدرة على توليد تخمينات رياضية وحل المسائل الحسابية. وثالث نوع وهو الذكاء الاجتماعي، وهي القدرة على فهم الدوافع ورغبات الآخرين. وهذا النوع من الأشخاص بيكون محبوب جدا بالنسبة لزملائه وأقاربه، بحيث أنه يتعامل مع كل شخص بذكاء اجتماعي. وسوف أتطرق إلى الباقي باختصار: الذكاء الشخصي، والذكاء المشيطي، والذكاء الجسمي والحركي، والذكاء الطبيعي البيئي، والذكاء الروحي، والذكاء الوجودي. ومعكم الأستاذة رامي. السلام عليكم. معكم المدربة رامي دراجل، من مدربة معتمدة في جامعة عين شمس. استكمالا طبعا لكلام الزملاء الأفاضل، وتلخيصا طبعا للكام نقطة كده اللي قالوها، إن موضوع العالم الأمريكي جاردنر إن هو تناول الذكاءات، ويعني وضح لنا ان الفرد اساسا ما فيش حاجه ابدا اسمها ان في شخص عديم الذكاء. دي طبعا
طبعا مش موجوده خالص. ايه؟ مش فاضي. لا عم الصبح مش برضه قال ان مفيش حاجه ابدا اسمها ان فرد عديم الزكاه، ولكن كل فرد عنده قدر من الزكاه حتى لو كان ده ضئيل. طب احنا واجبنا ايه؟ احنا واجبنا ايه كمجتمع؟ احنا واجبنا ان القوي نعزز زكاته والضعيف احنا بنقوي عنده نقطه الايه؟ الزكاه. وطبعا زي ما تناولت الزميله شيماء ان الزكاءات كذا نوع من انواع الزكاءات وتعرضت ليهم الزميله. دلوقتي طبعا على سبيل طبعا اشوف بقى طبعا انتوا مدى استيعابكم للموضوع ده، هل استيعبتوه بطريقه جيده ولا بطريقه مش جيده؟ عايزه بقى طبعا ورشه عمل بعد اذنكم. هنقوم دلوقتي بتقسيم المجموعه لارقام بعد اذنك انت 1 2 3 4 بعد اذنكم. رقم المجموعه اللي هي الافراد رقم 1 كلهم يتفضلوا هنا، المجموعه رقم 2 يتفضلوا هنا، المجموعه رقم 3 تتفضل هنا. بعد اذنكم ورشه العمل. برافو عليكم والله. انا دلوقتي